السلام عليكم. اليوم جايب لكم قطعة من الفضة، من القطع المفضلة بالنسبة لي، وهي من مجموعة اسمها تشيبي. تشيبي كلمة يابانية معناتها الأشخاص اللي عندهم أجسام صغيرة أو شوية صغار بطريقة ظريفة أو كيوت على قولتهم. ولو تلاحظون في الكرتون الياباني في شخصيات تكون أجسامهم صغيرة ورأسهم كيو يعني كبير وكيوت على قولتهم. أول قطعة في هذه المجموعة كانت لباتمان، هذه اللي أنتم شايفينها قدامكم. تجيب علبة جدا عجيبة، وايد حلوة حق اللي يحبون يجمعون قطع دي سي، وهي وزنها أونصة، وتم تصنيع 2000 قطعة فقط منها. لو نفتحها من علبتها راح نشوفها تي في علبة وايد حلوة، وشكلها جدا راقي. هذه أونصة من الفضة، تشوف شلون جسمه صغير ورأسه كبير، هذا اللي قال له تشيبي. من ورا نشوف صورة الملكة، سنة الصنع 2020 من نيوي، والفيس فاليو $2. جدا عجيبة، وايد حلوة، تكون من مقتنيات واحد أو اللي يحب يجمعون الكوينات، لأن أساسا العلبة مالتها عجيبة، يعني ترجعها علبتها تعرضها شي عندك، وايد 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 حلوة. وطبعا قام ينزلون منها أشكال ثانية، إن شاء الله بالمستقبل راح أوريكم إياها. هذه تشيبي باتمان.